هلا هذا المقطع راح تشوفوه قبل المقطع الثاني، يعني المقاطع اللي راح تشوفوها بعد هالفيديو كانت تصوير امبارح، هذا تصوير هلا بعد ما شفت فيديو ابو عذاب. انا هلا شفت ابو عذاب عم بيقول ما انت محمد ومحمد ايش الك معي؟ ليش زعلان مني؟ ما فهمت، يعني كل كلامه كان مشكلته معي مو مع اهلي. عم بيقول انه مو هو اهله واهله واهله. يا ابو عذاب، يوم اللي كنت بقضنا ودقيت لك وصحت لك، يوم اللي انت عم تقول حالك انه دقيت لي صحت لي، انا يوم اللي دقيت لك صحت لك اهلي كانوا معي شي؟ يوم اللي جبتك معي على اسطنبول اهلي كانوا معي شي؟ كانوا رضيانين بشي؟ وكله انا جبتك، مو انا عم بصح لك تضل معي. انا عم بصح لك لتضل معي لاني بدي منك مصلحه، ولا عم بصح لك لاني انا بدي اياك تكون معي؟ نحن بلشنا مع بعض، قلت لك ما بدنا نفارق بعض. ايش لك تار عندي لحتى عم تقول انا بس مع محمد؟ شو عامل لك انا؟ لا يا ابو عزب، شوفوا انتوا دقوا بالفيديو تبعي تبع امبارح قبل ما اشوف فيديو هلا ولحد هلا، انا هلا بقول هو ابن عمي واخوي واعز من اخوي وبحبه، ما عندي اي مشكله معك، ليش عم تعمل هيك وهيك؟ ما فهمت، يعني انا ما فهمت عليك، انا شو ماسك علي يعني انه بدك تحكي علي شيء بدك تفضحني؟ ما فهمت، انا لهلا بقول انت ابن عمي وغالي علي وانت بتقول بس محمد بس محمد، انا شو عامل لك ابو عزاب؟ هي قدامكم كلكم شباب، والله ما عملت له شيء، شو عملت لك لحتى عم تقول بس محمد؟ انا شو عملت لك؟ مشكلتك يوتيوب يعني؟ انا شو قصرت معك باليوتيوب؟ قطعت منك شيء؟ اخذت حقك كلياته؟ انا شو عملت لك حتى تقول بس محمد؟ على كل حال تابعوا الفيديو رح تشوفوه هلا، هذا كله كان كلام تصوير امبارح، لهون بكفي. ها يا صاحب خنجرك نبت زين، تريد اديرم ظهري وتنبت عدل، صاحب انت ولازم اوقف لك بهاي، كون من تنبت تقتلني كتل. ها يا صاحب لا يهمك لو بجيت، انا حتى بظلمتك تلقاني ظل، بعد حط بهالخناجر ظهر اخوك ولا تشيل الهم سوى نشيل الحمل. ها يا صاحب هانت العشرة عليك، كانت دموعي قبل دمعك تهل، كنت اظنك مو صديقي لا اخوي، وما دريت الغدر عندك يسهل. السلام عليكم اخواتي، رجعت لكم فيديو جديد. اليوم بدي احكي بس كم شغله عن ابو عزاب وعن طاعن. كثير ناس عم يبعثوا لي رابط الطاعن وعم بيقولوا لي هذا هو اللي ضربك، هذا هو كذا، رابط فيديو لشخص عم بروحوا بيجي ببعثوا لي اياه، صراحه من كثر ما يبعثوا لي اياه. ابو عزاب من جهه ثانيه يعني بصراحه كسر لي ظهري. راح فرجيكم كل شيء هلا بهذا الفيديو، راح فرجيكم الطاعن وراح فرجيكم ابو عزاب. قبل ما ندخل بهالموضوع شباب، بدي منكم هلا خلي نوصل هالفيديو 30,000 لايك من بعد اذنكم، بعرف انتو كفو وما بتقصروا، وكتبوا لي بالكومنتات رايكم بهذا الفيديو بعد ما اخلص كلامي. هلا رح ندخل الموضوع دغري عشان ما نطول مثل الفيديو اللي قبله. اول شيء رح احكي عن ابو عزاب. اول شيء ابو عزاب اخ الي وابن عمي. الناس عم بتقول بدل ما تيجوا تحكوا على الانترنت وعلى اليوتيوب وتفضحوا بعض، روحوا احكوا مع بعض، دقوا لبعض، احكوا مع بعض على الخاص. طب اذا شخص عم يتهرب منك، له مو هو له حق عندي؟ مو انا ما عم ساعده؟ طيب مو انا واحد خاين وما اعطيته حقه؟ مو مزبوط؟ طيب ليش ما عم يرد علي؟ انا دايره من يوم اللي نزل الفيديو ما عم يرد علي، عم ببعت له ما عم يرد علي، ابوي دق له ما رد علي، احمد اخوي دق له بعت له صوتيه ما رد علي. طيب شخص له حق عنا، مو لازم يرد ويواجه؟ شاطر بس ينزل على اليوتيوب وعم يبكي ومظلوم. ما حبيتها منه. انا ما طلعت وحكيت عن ابو عزاب العاطل انه شخص مو منيح وشخص، لا ابو عزاب كفو وما بيقصر وشخص كتير طيب، بس انه ينكر رأفتي معه ويقول انه ما حدا وقف معي غير بالكلام. هون ايش نسوي؟ ما حدا ساعدني، العالم كله وقفت معي، بس وقفت معي شو؟ بالكلام والحكي. يا شباب انا قلت لكم انا يوم اللي طلب مني والله ما قصرت معه، وقت اللي كان بالمشفى والله العظيم وقفت معه، ما تركناه بالمشفى. يوم اللي طلب مصاري لزمه مشان يطالع ابنه والله دفعنا له اكثر من هداك اللي دفع له، لسه مو هو تشكر محي الدين. هداك الزلمه قال انا شاهد، انا شاهد انه انتم معكم حق، لانه هو نكر تعبي، نكر وقفتي معه 5 سنين. انا يوم اللي جيت عم نزل فيديو الناس عم تكتب لي كومنتات ايوه انت هيك عملت خير وهلا خربته لاني حكيت، يعني انت عم تفضحه ليش عم تحكي؟
طيب شخص منزل علي بالعاطل وعاملني انا سيء، وانتو جيتوا بالكومنتات روح ساعد ابن عمك، روح ساعد ابن عمك. مو من حقي انزل فيديو وابرر واشرح للناس انه انا عم ساعده وهو مو راضي مساعدتي. مو من حقي اني انزل فيديو وابرر انه انا جيت ساعدته وهو ما رضي. انا قلت له لا تسافر، انا ما قلت له سافر. اذا واحد عم تمسكه تحطه بالصدر عم يقول لك لا انا بدي العتبه، اذا الشخص عم تقول له تعال تعزز وتكرم عود بالمحل وخذ 3000 واذا بدك لا تستاجر بيت تعال سكن معنا، الناس ردت وقالت انه شلون بده يسكن معك هو ومرته، ما هو ابن عمي ومرته بنت عمي، انا كيف سكنته ببيتي 5 سنين؟ ما هو كان فايت بين عرضي وشرفي، اهلي كلياتهم بالبيت، ما هو ابن عمي. هلا بده يصير يخاف انه والله يجيب مرته على بيت، ما تجيبه لعنا، بيت اخوي كمان مرته متجوزه، هو كمان متجوز، روح سكن معه. هي رد للناس اللي عم تقول شلون تجيب مرته لعندك، مو عيب؟ لا مو عيب، ابن عمي وبنت عمي، مثل ما انا دخلته بيتي بين عرضي وشرفي واهلي، هو يعني اكيد يعني انه ما فهمت انا، يعني عم بيغار على اهله وعلي. ما انا شلون فوتت بيتي 5 سنين؟ كان عزابي وين يعني صار في مناقضه بالموضوع يا كومنت، ركزوا. ما انتوا لحالكم 5 سنين كان ببيته، هذا ما عنده اهل، ما عنده ام، ما عنده خوات، ما عنده مرت اخ، ما كان يفوت ويطلع راحته. وين ليش عم تناقضوا نفسكم؟ عم تقولوا ساعد ابن عمك هلا روح لعنده، بيني وبينه 15 ساعه، اذا التليفون ما عم يرد انا اروح على زميل شو اعمل اذا ما عم يرد علي؟ انا ما بعرف وينه، شو بدي اوصل لشخص ما عم يرد علي؟ هلا قدامكم، هلا اذا بينزل يقول انا محتاج ما حدا يساعدني والقران انا جاهز، والله العظيم رغم اللي عمله فيني وحياة المصحف انا جاهز. امبارح عم بيحكي مع اسعد ابو عزاب، رد على هلا مشان الناس كمان عم تقول ما معه موبايل، في معه موبايل. امبارح رد على اسعد من اختي عم بقول له انه ما في شيء، بس محمد شو الحق عليه او ما بعرف ايش، ما ادري هيك قايل له. انا كل اللي عملته وقلت لكم بالفيديو انه حرام ابو عزاب الله يعينه ووضعه تعبان، وقلت لكم انه الزلمه تعبان ومتضايق وابنه مريض الله يشفي له اياه، وانا ما بعاتبه، بس شغله واحده انه انا بعت له ما رد علي وانه ما اطمن عني، انا هذا ضايقني. من حقي اعاتب اخ غالي علي ولا مو من حقي؟ طيب انا ما قصرت، هلا كومنتات كتبوا لي بالكومنت اذا انا قدمت له راتب اغلى من راتبه اللي عم ياخده هلا، وقدمت له انه يبرك بالمحل ونصور بالمحل مع بعض لألي ولأله. هلأ ابن عمي صار بده مني مقابل انه يصور معي، هلأ صار بده مني مقابل يصور معي، يعني انا كمان اخذ منه مقابل يصور معه، انا كمان اخذ منه مقابل دخلته من الصفر معي بالقناة، انا وياه بلشنا سوا، بالاخر هو اللي اختار انه يتركني مو انا، انا لحد هلأ بحبه، يوم اللي اختار يتركني انا من كتر ما بحبه اتضايقت كتير. ابو عزاب لا تروح، لانه انا عندي فراق ابو عزاب بالدنيا، اكثر من مره اختار انه يفارقني انا لحقته وجبته، هو عم يريد يبعد عني مو انا، شو اعمل انا؟ اذا انا طلبت منه يضل وقلت له تعال بروك ببيتي وقلت له ايش بدك انا جاهز وما قصرت معه ومحتاج شيء مصاري نحن جاهزين، عم يقول انا بدي ادفع فاتوره الكهرباء ما معي، كذاب، مصاري المحل نحن بدنا ناخذ منه لانه مصاري المحل بايده، كان فيه يمسك يدفع وما حدا قال له لا. يوم قلنا له ليش ما دفعت اجارك فاتوره كهربتك؟ قال لا بدي سافر. هلا جاي عم تطلع على اليوتيوب وتبكي وتقول والله ما عطوني وما معي، نمت يومين بالعتمه، انت حطيت حالك هيك مو نحن، اذا شخص عم يحط حاله بالعتمه بالزور، مصاري بايدك وما دفعت، حدا قال لك لا تدفع؟ اي كومنتات، انتم معكم مصاري ومقطوع عليكم كهرباء، بتبرك وبتشكوا باليوتيوب ولا بتقوموا بتروحوا بتدفعوا الفاتوره ومعكم مصاري؟ معك موبايل. موبايل عم يقول ما معي موبايل احكي معكم، لا في معه موبايل، موبايله هو نفسه عاطيه لاولاده، فيه يرد، عم يشوف رسائلي ما بيرد علي، بدي اقول له ما بيرد علي، رد على اسعد ورد على خاله بس معي ما رد. انه معي طار؟ انا بايش ظلمته؟ بايش قصرت معه؟ انا وقفت معه وقفت اخ. 5 سنين انا وقفت معه وقفت اخ، انا ما عم بذكر الايام المضى وانه برك معي واكل وشرب معي انه والله مدحن، لا، انا بس عم رد على كلامه. انه الناس صارت تقول والله معناتها محمد خاين يوم اللي طبيت تركك، انا ما تركته لحد هاللحظه، انا هو حط حاله بهالعتبه يا شباب، يعني انت عم تقلع منكم انتوا مكان ابو عزاب، انتوا وضعكم تعبان، جيت قلت لكم اي واحد فيكم تعال خيو ابن عمي تعال عندي ايش لازمك؟ والله اجاري ما عم الحق له، راتبي قليل وكهرباء ما عندي، طيب ابن عمي مصاري بايدك روح ادفع الفاتوره، لا ما بدي ادفع، انت عم قال لك كمتابع، انت تخيل حالك مكان ابو عزاب، لا ما بدي ادفع، طيب ابو عزاب خلص لا تدفع، سلم بيتك وبيع اغراضك وتعسكن عندي، سكن عندي لمدة كم شهر وخذ راتبك، راتبي ما بكفيني، طيب كيش قد راتبك؟ 2000 ليرة، خذ 3000 ابو عزاب. قديش بدك تاخذ بازمير؟ قال 2700، انه خذ 3000. خذ 3000 وتعال بروك عنا استأجر عنا بالبيت، ما تدفع ايجار بيت هلا، بس لما يزبط وضعك.
انا بعرف وضعك تعبان وتكسرت وصار عليك ديون من وراء الولاده، جايك ابن بخير وسلامه الحمد لله على سلامته، والله يحمي لك يا ويشفي لك يا. قلت لك بروك بالبيت عندي لبين ما تظبط وضعك تدفع ديونك بهالاجارات، يعني خذ شهريتك انزل على المحل عيف اولادك عنا وما تدفع اجارات خلص. مثلي انا ايش باكل انت بتاكل، انا ضليت جوعان بتضل جوعان، انا اكلت انت اكلت، انا هيك عملت. هو راح نزل على اليوتيوب عم يبكي انه والله انا ما دفعت فاتوره كهربتي، هذا صديقي وقف معي محي الدين بس الباقيه وقفوا معي بس بالكلام. هذاك وقف معه شلون؟ هذاك ابن عمنا بتلكم غالي علينا وما بيقصر، وقف معه شلون؟ راح قبلي على المشفى معه صار يترجم له. انا ضليت واقف في الشارع من الساعه 8 للساعه 1 2 3 بالليل مشان ناخذه معنا على البيت مشان ما يضل لحاله ونرجعه معنا، وايش ما محتاج نحن جاهزين. قال لازمني مصاري انا يوم اللي كنت معه، هذا نكره هذا ما ذكره. اعطيناه المصاري وراح، بعدين خلص المشفى رجعناه على البيت، بعدين رجع اخوي راح معه، بعدين محي الدين راح معه، بعدين يوم ما قصرنا معه. قام يوم اللي قال ما عم يعطوني ابني بده المصاري، محي الدين دفع 100 دولار ونحن دفعنا 200 دولار. ذكر محي الدين وقال هو وقف معي ونحن وقفنا معه بالكلام ما ذكر. انتم برايكم هلا هالشيء اللي عملناه لو انتم عاملينه مع شخص غريب مو ابن عمكم وطلع ونكر كل شيء عملتوه معه، سؤال انتم بتعملوا مثلي ولا بتتضايقوا وبتعملوا اضرب مني؟ انا هلا اعملكم شوفوا، انا مستعد رغم كل شيء اللي عمله اني ساعد ابو عزاب اذا بده مني مساعده. انا مستعد هلا اذا ابو عزاب بده مني شيء يدق لي ياخذ عيوني بداله هي قدامكم كلكم. فيه شيء كلامي؟ انا هلا بنتظر ابو عزاب، واللي عم يقول دق له ما عم يرد علي. والله العظيم دقيت له انا وابوي واحمد وامي واخوي وكلياتنا دقينا له والقران ما رد. اللي عم يقول روح لعنده على ازمير 15 16 ساعه روح لهنيك وانا ما بعرف وين مكانه، انا ما بعرف وين قاعد، امشي 15 16 ساعه مشان شخص اصلا ما عم يرد علي وما عم يرضى مساعدتي. الغي موضوع ابو عزاب، ابو عزاب عمل باصله انا عملت باصلي، الله يسامحه ويغفر له وانا بحبه. نقطه ثالثه، الناس اللي عم تحكي لي عن الطاعن عم قولوا لي انه طاعن وما طاعن وما ادري شو، صرعوني بالانستغرام. تعالوا نشوف ليكو عم يبعثوا لي صوره مين، اي واحد. هاي الثاني محمد شو بتقول عن الفيديو اللي نزله ابو عزاب؟ رديت حقيقه طاعن محمد ديمو بالحياه. محمد شوف هذا بيشبه الطاعن، محمد ديمو كيف الطاعن وافتحوا لي مخكم. هذا الشخص انا كنت اشوفه على تيك توك، محتواه حلو الله يعطيه العافيه الله يوفقه ويسعده ويقويه، ما بحكي غير هيك، انه عم يتمسخر علي انه انا والله موضوعي كله تمثيل وكذب. انا بس بدي اقول له كلمه واحده، الله يسامحك بس يعني ما بعرف شو بدي رد على هيك ناس، بس ما بدي اقول غير هالكلمه، الله يسامحك ويهديك. ما في مشكله ممكن تنشر باسمي انك تجيب مشاهدات، انا ما عندي مانع، بس انشرها بطريقه صحيحه لان اللي يشوف هيك من متابعيني رح يغلط عليك، رح يغلط عليك من متابعيني. بينما انك تقول الله يشفيه والله يعينه بالسلامه ومحمد ديم كمان حط عنوان باسمي ما عندي مانع، وانه يعني خذ راحتك ما في مشكله عندي، بس انك تكون ما تكون منتقد، تكون بطريقه حلوه. شوف صدقني حتى اللي بحبني رح يحبك، حتى اللي عم يتابعني رح يتابعك. غلط انت عملت، ممكن تجيب مشاهدات بس انه انت جبت شوفوا كومنتات ليش طعنته وما سوى لك شيء، بايخ انت نفس الطعن وعالم. انا بدي رد على الناس يا شباب، هذا ما هو طعن، لا لا لا، شاب محترم ما بيطلع منه هيك شيء، شخص على تيك توك كثير محبوب، محتواه حلو وما اشبه شيء وما مقصر بشيء. ما هو اللي ضربني؟ انا اللي ضربني قلت لكم شخص مو موجود باليوتيوب اصلا، اللي ضربني شخص انا عرفته كثير قريب، كثير 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 قريب انه راح تشوفوه بفيديو القادم ان شاء الله، لانه خلص ما ضل شيء. الدوله جابتنا اخبار وهن سبقونا، يعني نحن ما عاد نتحرك مثل قبل، لانه يعني بعد ما عملنا القصه هذيك الدوله حست وقالوا انتم شو عم تعملوا، عم تتصرفوا من عندكم، نحن ببلد هون ولا شو. المهم موضوع الطاعن يا شباب هذا كثير 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 حساس وما دخلوا اليوتيوبريه، وهدول الناس اللي عم يحكوا عني وتمسخروا عني الله يسامحهم دنيا واخره، هن عملوا باصلا انا برد لهم باصلي انه شكرا لكم على الاتهامات اللي عملتوها، ان كان تمثيل وان كان جد ما فيك تقول لابن بلدك غير الله يقيمك بالسلامه. انا هذا رايي. انا يوم اللي بشوف شخص عم يمثل ان كان يوتيوبر او لا باليوتيوب مثلا بنزله، ان كان عم يمثل او شيء بتشوفه رده فعلي عليه حتى لو كان كذب برد عليه من قلبي. يوم اللي جبار العلي نزل فيديو انه حبسوه وكذا، انا نزلت دغري جبار العلي انه حرام ويا حرام الخطف كذا، رغم انه كان كذب
ما بريد أعمل عداوة، ما بريد أعمل أشخصم على حالي. فكان كل شيء بدي برد بطريقة حلوة لحتى أجيب محبين، ما أجيب منتقدين. فأنا بتمنى من هدول الشخصين اللي عملوا فيديو علي إنه يكونوا بطريقة أحلى من هيك، لأنه في قدامهم مستقبل حلو، وإن شاء الله من نجاحنا نجاح. بتمنى له من كل قلبي النجاح هدول الشخصين، لأنه عندهم موهبة حلوة، الله يوفقهم. وبخصوص أبو عزاب كمان الله يسامحه، لاحظوا وإذا وقعت البقرة أكتر سكاكينها، أكتر من شخص هلأ صار ضدي، أقرب الناس إلي صاروا ضدي. أنا بعمل بأصلي، وقف تكون معي تسوى الدنيا، ما عاد اسند ظهري على حدا، اسند ظهري على الله، بشد حالي بالله وبقوي إيماني بالله ثم بمتابعيني اللي فيكن بكبر. وانتو هلأ الحكم بإيدكم، فيكن تقولوا اللي بقلبكم وتشوفوا محمد ديمو غلطان بشي، محمد ديمو قصر مع حدا، أي واحد له حق عند محمد ديمو يجي ويواجهه. هالكلام كتبولن إياها بالكومنتات اللي بيحكي عني، بس كتبوله بالكومنتات. إذا إلك حق عنده تعال واجهه، إذا إلك شي عنده تعال واجهه، إن كان أبو عزاب أو يسرى أو غيره وغيره. كل واحد أخذ مني حقه عدو زبارة وزيادة، واللي بيطلع بيحكي عني وقله عندي حق يجي ويواجه، لا يحكي معي بظهري. لهون كون وصلنا نهاية الفيديو، بتمنى تكونوا فهمتوا واستوعبتوا إنه أنا زلمة ما قصرت مع حدا. برجع بلكم وصلوا لي هالفيديو 30,000 لايك، بتشكركم من كل قلبي. تحياتي لكم، السلام عليكم. ها يا صاحب خنجرك نبت زين، تريد ديرا ظهري وتنبت عدل، صاحب انت ولازم وقفلك بهاي، كون من تنبتة تكتني كتل. ها يا صاحب لا يهمك لو بجيت، انا حتى بظلمتك تلقاني ظل، بعد حط بهالخناجر ظهر اخوك ولا تشيل الهم سوى نشيل الحمل. ها يا صاحب هانت العشرة عليك، كانت دموعي قبل دمعك تهل، كنت اظنك مو صديقي لا اخوي، وما دريت الغدر عندك.